ويسيل عيونه السيل والهزهر يضحك ويرسل سلامة دار السخاء دار الرجال المشاكيل اللي لهم فوق الزعامة زعامة. منذ ظهوره في برنامج شاعر المليون على شاشة أبوظبي في 2008 وحصوله على المركز الثاني، ذاع صيت الشاعر اليمني عامر بن عمرو بالعبيد برصانة كلماته وفصاحته وقوة أدائه التي لن يتمتع بها محبوه بعد اليوم. فالشاعر الذي روى ظمأ المتعطشين للشعر والأدب، تقول تقارير محلية من اليمن إنه توفي عطشا وبسبب الحر الشديد. صحراء محافظة شبوة التي تاه فيها الشاعر تقع جنوب شرقي اليمن. طبعا مشاهدينا، اليمن واسعة ومترامية الأطراف وتتنوع بتضاريسها، وفيها مناطق تكاد تكون معدومة السكان ومقطوعة عن المناطق الأخرى. الشاعر وبحسب ما هو متداول كان متوجها من شبوة إلى حضرموت، وفي طريق عودته من حضرموت إلى شبوة تاه في طريق العودة، وانقطع التواصل معه لمدة يومين بحسب مصادر إعلامية يمنية، فبدأت عمليات البحث عنه فور فقدان الاتصال به. في البداية حسب ما تم تداوله عثر على حقيبته وهاتفه عند مفترق عرماء في صحراء العقلة أو العقلة بمحافظة شبوة، وجرى تتبع الأثر والدلائل الموجودة إلى أن عثر على جثمانه بعد أن فارق الحياة. لتتناقل التقارير أنه توفي جراء العطش الشديد في هذه الصحراء. الشاعر عامر بن عمرو بالعبيد هو أحد أبناء محافظة شبوة، وبعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة شاعر المليون في 2008 كان قد انتقل إلى الإمارات للإقامة هناك، وقضى سنوات عديدة فيها قبل عودته لليمن في عام 2021، ويعد رمزا أدبيا في اليمن. رواية وفاة الشاعر وردت في وسائل الإعلام، ورجح السكان المحليون أنه توفي عطشا، فهل هذه الرواية هي الأقرب للواقع؟ مشاهدينا، طالب عامر بن عمرو من عائلة الشاعر زكان من بين هذه الذين ذهبوا للبحث عنه وبعد فقدانه، تحدث إلى برنامج تريندينج حول تلك التفاصيل. بن عمرو وافته المنية صباح يوم الأحد الماضي بعد أن انتهى في الصحراء منطقة العقلة مديرية عرمة محافظة شبوة، وهو كان في طريقه إلى مسقط راسه مديرية عرمة قادم من محافظة حضرموت. وفقدنا التواصل معه يوم الأحد ثم فرق من ديري تعير مقام الضبية، وفي يوم الاثنين قمنا بالتوجه للبحث عنه في المنطقة بشكل عام، ونظرا إلى تضاريس المنطقة صحراء وكثبان رملية، وقمنا بالبحث عنه ومعاينة كافة أبناء المنطقة وحتى تم العثور عليه، وقد فاضت روحه إلى باريها من العطش والجوع في صحراء العقلة بالقرب من شركة العقلة النفطية المديرية تعرمة. بعد يومين البحث عنه، طبعا الشاعر عامر بن عمرو يعاني من ضعف شديد في النظر ونسيج ذلك تاه في الطريق. قد تتساءلون مشاهدينا لما سلك أصلا هذا الطريق، لما قد يذهب أحدهم إلى الصحراء؟ هذه الحادثة هي ضمن أخريات وقعت في اليمن، وكان السبب فيها أيضا سلك الطرق الصحراوية إثر انقطاع الطرقات الرئيسة بين المحافظات جراء استمرار الحرب في اليمن. تكرار حوادث الوفيات في الصحراء أدت لتزايد المطالبات الشعبية بفتح تلك الطرقات للتخفيف من معاناة المواطنين وحفاظا على أرواحهم.